بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم الناس كلها، شنيا حوالكم؟ لاباس إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. اليوم يا صديقاتي فيديو جديد، فيديو تحضيرات عيد ميلاد للا، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. اليوم باش نجيب حدنا خالتنا وباش نتلموا هكا العائلة الصغيرة. وانا وللا نحب نشكركم على مساجاتكم، وقلتوا للا ان شاء الله ربي يطول في عمرها بالخير، وان شاء الله كل عام وهي بحياة بخير. عايشك يا للا. حاسيلو نخليكم مع الفيديو. اولا باش نبدا باكلتي، اكلتي الصيفية الخفيفة الاقتصادية اللي بنينا، ومن بعد باش نوريكم معناتها شنو باش نحضر جاية بحدنا خالتنا، وحاسيلو باش نتلموا كلنا ان شاء الله في الخير يا ربي. وهاكم معنا وان شاء الله فرجة ممتعة للا، فرجة ممتعة للناس الكل، وان شاء الله فرجه ممتعه للناس كلها كيما قالت لالا. نفرنش قولكم في طقس اليوم، تعرفوا ريح امطر، مصلي على النبي يا رب يجعلها امطار الغيث النافع. لالا قالت لي جاء وسو، اعطينا ما نحسو لالا. نو وسو، نو وسو، اعطينا ما نحسو. لا اعطينا ما ندسو. هو بالعكس، وهزي ما نحسو، وهزي ما نحسو، اعطينا ما ندسو، يعني العولة والحاجات هذيك، وهزي ما نحسو، وهزي علينا ان شاء الله هالوباء وهالامراض ان شاء الله. وربي يشفي جميع المؤمنين، وربي يفرج كرب كل مهموم، وربي ان شاء الله يحفظنا اجمعين ويسترنا. نسلوا على مريا. هذه المريسة، المريسة المرسة توا فما ناس للا تعجنها بيديها وتخلي القشرة. منحبش القشرة، فما انا نشوف فيهم في الندلو هي في تاع المرسومات، يمرسوها هكا بيديهم يعجنوها عجنان. حاسه هذيك مش الطماطم هاد؟ لا يعني الطماطم عندها دور، الطماطم الطريه عندها دور. الطماطم هذاك خير واحمض، مش حكا بيعت حاسه شي تاع الناس غادي كاش تجي لك يا ناس. ديرها ومزينها شويه الفلفل، واخيرا باش نضق الفلفل الجريت. الفلفل الجريت ريحته هي لالا، ريحتها تعرف شوطيلي تو يدي. لا لا هاتو نقصه، تخافيش ها هو في حد شيء، امش خليه بزر ريحته. شوطيلي نخلي بزر ريحته الله عليك، كلش خليه بزر ريحته. ماني استنى في كلمه محنطيني في الفيديو ما جاتش لالا، يبالي باش نقول لك المحنطيني. محنطيني الف مره محنطيني. هاهو محميت الصحية، هذه الميريسة الجريدية. هي راهي ماشي حكاية ميريسة جريدية ولا بويا حية ولا كلها متلوث خشم ما يدار برا. هي ميريسة، ميريسة الناس كلها تحبها وتاكلها وتبرد في الصيف. مالا تبرد بقرر فلفل جريد باش تبرد؟ مش مقبرد نشعلو بقرر فلفل جريد باش نبرد، نبداو نزيدو نشعلو كيما قالت لالا. تعرفي قداش عملت لك من قرن نل؟ 16. لا يا خويتي شويه خضره عملتيها لنا. شنو يعني نعملهم الكل؟ ما هاني زينت بهم، نحط لك القرن الاحمر، ماك تحبي القرن الاحمر، وهكاك نعملوا تمويه ما يبانلكش بين الطماطم وبين الفلفل. صبت لنا المطره يا اخي، ولات الذبان شيء كبير، ما فهمتش. شفتي؟ علاش انا نحبش نطلعها من الردوات؟ خاطر الردوات يدخلوا ناموس. هذا من الفلفتين هبطي لالا توا الطماطم نتاعك، والله منظرها يشهي. اوبا صلي على النبي. انت لالا تعمليها خشينه. شنو نعملها خشينه؟ قلت لها خشينه، تعمليها ثقيله خاثره. هذيك بنتي يمكن الميريس جي خاثرة، مش كثر فيها ال. لا ما تعملهاش الماء، ما تدوبلهاش، ما تعملهاش كلها ما علاش خاص الماء، ما تعملهاش الماء. طماطم وفلفل وزيت وزيت وملح وشوية ثوم. شوفي محليه القرن هذا، أبن قرن يبدا فيه الأخضر والأحمر، هذاك هو القرن الحار. لا 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 يبدا مدخن يزي. لا لا يزي، قوليها وحدك هذه الليلة بالحق. تو انت محسوب ماشي كي عاد ماشي كي عاد تحسي روحك شهيتك لي منها شهي لك منها، ما مش مشروب في الليل تصير ليس يعملوها في الليل. واش هذا اللي قلت انت؟ السكينه قلت طق
قلت لك هي ميريسا تعمل في الليل. اي في الليل باش شوف 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 الزين نتاعها والعين. هاني نحبس يزي من الفلفل. يزي يزي فات يزي خلاص. لا لا ما عملتش برشا، راه عملت 4 قرينات أحسن. 3 4 5 6 7 8 9. 9 قرون. هذه نزيد. هذوما اللي نزيدوه. هذوما الزوز، ما يسالش نزيد هذوما الزوز. باري باري حط في الكيلو. ها هي. محمطينا محمطينا كهو. مو محسوب كي عملتي قر ولا زوز ولا 20، هي على التحرار على التحرار. هو الطعم هو بيده. مش بحسابه. ما الطماطم تبرد وزيت الزيت ونكثروا لها الزيت باش يبردها. راهو الزيت يبرد راهو. قالت لي مي نصيحتي ما فيهاش الزيت، كتبت فيها الزيت يا بنتي. هي بالنزهه تبدا غارقه بالزيت وملح وثوم، حاجه اكله خفيفه سريعه التحضير سهله. هاني حطيتها في الماء حتى نجيب نقص. ايه الكب ساعدها فوق شارب. شفت كيما شوفوا لالا والذبانه، مش دبانه دينا موسى. لا ذبانه، لا ذبانه مو صغيره فهمتش والله. طبيعي راهو البنات شنو معناتها وين نعيشوا، هذه هي الذبانه موجوده ما نصورش كان حد نحكي لكم الذبانه في الفيديو. والله غالب هذاك هو الصيف وجاي علينا الغالي. واش قاعده تعمل في الليل؟ الناس ترقد في الليل. قال لها شنو الذبانه واش تقولي لها واش قاعده تعمل في الليل؟ الناس ترقد وهي لا هي قاعده تدور. لا لا الذبانه وحوار تحل مع الذبانه، علاش يحل علاش جايه في الليل؟ انت يوم الذبان قول لي روحك حضري روحك. هو كحك وبعدين حضري في المصار وشنو شفتي ما تو كي خرجت هذا يا سيدك بن سيدك قالت لي لا لا راني باش نموت عليه يا اخي. انا ما كنتش من العكسين. شفت ردة فعل. لا لا قومي لحظه قومي نوريك حاجه. خير خير قومي لالا قوم قوليش التلقيح. هذه لالا بعد التلقيح. يعطيك الخير قلت لي توك هنا. يعطيك الصحة سيدي يعطيك الصحة ربي يذوقك ثمار الجنة عايشك يا لالا صحة وبالشفاء. وتوا يا صديقاتي باش نهدر معاكم التحضيرات. التحضيرات هي بسيطة صحيح ولكن مهمة، يعني الأساسيات باش من بعد كل شيء يجي سهل. هنا خديت الحمص خاطر باش نعملو كسكسي، فنفخت الحمص متاعي وانا اصلا ناخد ديما الحمص ونفخه ونحطه في الماء وحطيت له بيكربونات الصودا. عملت ماء سخون، برشا قالوا لي فاتنا عليه تعملي ماء سخون. حقيقه انا مجربته بالماء سخون ويجيني ما شاء الله كعبته تطلع تبارك الله، ومن بعد يطيب بالساهل يجيكم ساهل في الطيب ويجيكم هابي وبنين هب. هذا الحمص متاعي باش نبيت ويتنفخ ونمشي للي بعده. اللي بعده هنا عندي دجاج، خذيت دجاجتين غسلتهم عملت لهم القارص والملح والا اذا ما عندكمش اعملوا خل، المهم يا قارص يا خل. نظفوهم بالقدا والملح، تكثروا الملح تحكوهم بالملح باش ينحوا اعزكم الله الزفاره اللي فيهم. تغسلوهم وهنا بما انه عندي معناتها العائله بحذايا والكل فباش نستهلك الدجاج بكثره وباش نحطو راهو في ساشيات وفي كونجيلاتور معناتها، اما لازمني نفوحو باش ديريكت بعدين نحطو في الطنجره ما نحلوش. تو تشوفوا الطريقه ذي جربوها واعطوني رايكم فيه. تحطوه معناتها مكنجل تحطوه في الطنجره راهو يطيب لكم، وهذه عن تجربه ديما لالا تعملها ويطيب لها وما فيش لا زفاره لا حتى شيء. هنا فوحتو كركم ملح فلفل اكحل وقليل، تحبوا تحطوا شويه زنجبيل تحطوا معناتها ديما انا قبل نسمع اللي قبل كنت نفوح وسمعت في مده اللي كي تفوحوه راهو ماهوش صحي، فما عادش نفوحوا ما عادش نغسلوا ما عادش نعملوا حتى شيء، ندخلوا ديريكت في الكونجيلاتور. حقيقة البريود هذية معناتها نهارين هذوما باش تبدا عندي معناتها حركة وكل، فقلت اني ننظم وننظف كل شيء ونحط هكاك النجم روحي، خاطر كيما تعرفوا معناتها مانيش باش نعاود نقنقن عليكم. القضية بين الدار والشارع ياسر عليا والله يا البنات،
نشكيكم كل الخير. اما صدقوني نهاري نبدا ماذا بيا يكون فيه 48 ساعه على ما انا نجري ونجاري كل شيء على راسي. هنا عندي دجاجه ذايا باش نحطه في ساشيات، حطيته في ساشيات باش نحطه في الكونجيلاتور. وهنا اخذت شويه كالامار، انا راني من عشاق الكالامار عشاق الكالامار. نظفته غسلته، مانيش باش نفوح مانيش باش نعمل له حتى شيء، قسمته حطيت ريوس الكيكه ومن بعد نطيبه ببرشا حاجات. تو تشوفوا الحصيل ولي ريسيت اللي باش نعملهم بهم. هنا باش نحطه في زاده حتى هو في الكونجيلاتور، بويسك انا مانيش باش نستعمله في نهار، نجم نقسمه على زوز ساشيات ونخليه معناتها نجبد وقت الحاجه. عندي البنات شنو نوريكم شنو خذيت. ريت البطيخ هذايا انا نحبه على الاخر، البطيخ الاخر ما عادش يعني فيه مني مرضت ما عادش نحب ناكله هذايا. فخذيت معناتها ديجا للا وراجل يكلوه من الاخر، هذه ما زلت ما حلتهاش باش نحلها ان شاء الله كي نتلموا كل. نحبه برشا هذاك، يجيني كيما الطعم هكا كاسح يبدا شد روحه، ويجي حتى في السلايط نتاع الغله. ولاناناس لاناناس يا البنات، خذيت مرتين لاناناس مانيش عارفه علاش شارها على لاناناس، لقيت هذه باش تبدا تسدلي باش تبدا تكحال، وانا كل يوم نقولها باش نحلها باش نحل. هاو كتب حليتها وقت اللي جيت بحذايا للا. ما نعرفش قصاني صحيح ولا مش صحيح، نجمو تعملوها بشكل دائري والا احراف، نجم نعمل بها تارت، نجم نعمل بها جاتو، نجم نعمل بها سلطه، برشا حاجات. المهم هذه من التحذيرات زادة. هون كل حاجة كل خطوة نحب نعملها معاكم. أعطوني أفكاركم البنات، كان عندكم أي أفكار هكا في الحاجات اللي شفتها قولوا لي هكا الحاجة دي كتجيبها كذا وذي كتجيبها كذا. هانا نتعاون مع بعضنا وندلوا بعضنا. ما شاء الله خيرات البلاد، ربي يعطي لكل مؤمن يا ربي لا تحرم بشر. الحقيقة معناتها الخضرة ما حسيتهاش البريود هذيا غالية، حسيتها أسوامها باهية. باركونتر فما كيما مثلا الكرموز توا وصل ل 12 و 10 مانيش عارفة، طالع برشا. هذا هو الفلفل اللي باش نعمل فيه المريسة، حصيله مانيش عارفة السيكونس باش تتعدى قبل ولا بعد. انا منتش كل شويه وحده هنا. شو نعمل، نغسلوا هالفلفل هذايا، شفتوا فيه جرينات حمر هذايا راهو مش حار، هذايا البنات نار نار يا حبيبي انا. المهم هذايا عشقي انا، جميل البلاد بعثونا معناتها العائله، بعثونا الكل معناتها ماما خالتي. الصاشيات هذوكم باش نحطهم انا وخالتي معناتها كل وحده وباي هجاها اللي ان شاء الله اللي يذوقنا السنه يذوقنا عام الجاي الفيل نقولوا احنا. وكان نحكي لكم فما واحد نقضي من عنده هو يعني امه جريديه ويحكي معايا الجريدي، ويا اخي قال لي ما فماش الفلفل. وانا نهارت اللي مشيت لانا عرضها قالوا لي راهو صايي، معناتها بعثوا لي مع قريبتي قالوا لي راهو صايي الفلفل باش يجي وانا نتاعكم تاع الجماعه. المهم احد قلت له والله لما يجيك هاني باش نذوقه من حاصيله باش نهز. وهنا عندي شويه باذنجان، شوفوا الباذنجان صوم وراهو معناتها مرفق بالقدا، خذيت كونتيتي باهيه. دبروا عليا شنو نعمل بها، انا باش نعمل، انا نحب بحكم كنت لبرا والكل سلطه بابا غنوج. يا البنات من ابن سلايط اللي هكا نحبها، ونحب الحمص، نحب الماكله الشاميه او قبل ديما نطلبها، ونحب الكنافه، عشقي للكنافه وقديش شهيتها من معناتها ريستوران كنت ناخذ من عنده برا. البنه نتاعها روعه 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 بالجبن، راهي ما عندكم الكنافه اللي ما جربهاش بالجبن من بلاصتها ومن الناس المختصين فيها راكم ما ذقتوا شيء. بنينه بنينه تهبل ومعسله من بعد وعليها الفستق، حاجه من ورا العقل، نودكم ولا نشهيكم. وهنا وخذيت شويه عنب وشويه خوخ باش نعمل سلطه غلة، والدلاع لا يخفى عليكم صدقوني الدلاع ونمشي ناخذ نحب ويرويني في الصيف. هذه السلامين تاع بيسي خديت لها سلاميه وني تتعمل السلطه والساندويتشات وكل تحب، وخياني السلامي اكثر الحاجات اللي تاكلها هي السلامي.
بالرغم يقولوا لي اللي السلاميه تعملي لها الدود حشاكم، هذه شويه بروكلو وشويه بجنيش بدماله، شريت شويه سفن الحصيل. وعندي هكا الافكار متاعي، انا من الناس اللي نحب كي يبدا مثلا جايني ضيف وهكا حاجه بروغرامي، نبدا عندي المنيو في راسي كل يوم، نقول اليوم باش نطيبك الحاجه، غدوه باش نطيبك الحاجه، تبدا عندي المكونات بالطبيعه في الدار، وان شاء الله ديما فيها والناس تجيها، وان شاء الله نتوما زاد كل يا ربي عندكم، ربي يرزقكم من بابها الواسع. هذه المستورة، المستورة عشقي عشقي الآدي، نحبها مشوية. عندي بنت جارتي ما تخدم في الصيف، كل يوم عندي تشوي في في المستورة الحصيل. هذه كريم فريج البنات، خذيتها أول مرة باش نجربها، أعطوني رأيكم فيها. عندي معناتها زاد بروجرام، نحب نعمل زادك المقرونة بالكريم فريش وبالجبن وبالدجاج ولا سكالوب الحصيلو، خذيت هذه. اللي تعرفها واللي مجربتها تقول لي اسكو هي باهية، برامون ليكيد معناتها ظاهرة ليكيد. شنو خذيت اخر؟ هذه السيترونات نتاعي، ماني مكنجلة سيترونات وحاطة من العيد، عملت كونتيتي فخرجت دبوزة مش حاضرها نشربوا منها. وعندي هنا الكاكاوية، نحب الكاكاوية وبالفورمة اش نعملوا عليها قعيدة وكويستي، والجو هذاك ان شاء الله يا ربي اكيد معناتها ان شاء الله تنشارككم اجواءنا العائلية. وهنا اكيد باش نعمل الجاتو نتاعي هذاك، لا يخفى عليكم ان شاء الله. اما هذه البسكوي مش بيتي فور وهكا حاجات بسكويك الطويل بالجرجلين وبالشوكولا، قلت خليني ناخذ منه شوية حتى للتاي مثلا نحطه معاه. وهنا شوية فاكية، فزدق، بوفريوة، زوزة، لوز، المهم للجاتو للحلويات نعمل بهم، وحتى معناتها هكا في صحيين يتحطوا كل ونقدموهم وناكلوهم بالصحة والشفاء، ويا ربي ترزق كل محروم يا رب العالمين، لا تحرم بشر. شوية شوية راني مانيش ماخذة كونتيتي كبيرة، 50 100 كيما تعرفوا ديجا حياتي هي أسوامها غالية برش، أما أنا نعرف فاش نتصرف شوية شوية. اللي فيه خشمي، خشم وش بدا ياكل فيا، ياكل فيك على على السلام نتاعي، ياكل فيا ياكل فيا بالحرورة على بنت. هاو هذه هي المريسة، نهز لهم لا ونجيب الثوم، استني روحي وقت اللي نجي يا لالا. ها بسم الله، هاي صب البنة هذيك الطميطة ميتيت، الطميطة ميتيت. هاي شدي هاتي عليك، ميرسي دوريا. توا نعملو في الثوم، توا الثوم هذي بالنسبة لي أنا خير من اللحم، خير من ما نعرفش شنو، قلت لالا أنا اللحم هذي بنينة خفيفة سريعة التحضير، ما فيها حتى شي صيافي، شوية ميريسة ولا شوية حرورة بالحق تقلق شوية ميريسة شوية بطيخ شوية دلاع شوية غلة اللي هو، المهم تبرد مش نورمال، طرف خبز من خير من المربى. أما راي سبحان الله البنات البنة متاعها يزم تكون بالفلفل الجريد هكا ولا لا؟ لا مش بالفلفل العادي، الفلفل العادي ما يعطيهاش الطعم، ما يشلكها كي هذي وما يهرسوش يعني ما يرحوهوش الثوم، الثوم يعملوه كعبات صغيرين هكا كما قاعدين تشوفوا فيه. فما اخت سالتني على الرحايا نتاع الثوم مره اخرى، راكم تلقوها كل الباعه متجولين هذوك موجودين ب 2000 فرنك حكايتها الكل، الرحايا نتاع الثوم تاعي تو نجيب نوريها لكم. هيا البنات هذه هي الرحاء اللي ديما تسالوني عليه، هاي يا البنات هذه هي الرحاء اللي ديما تسالوني عليها، ديما هاني نجاوبكم كلو نذكر، اما مانيش باش نرحوه نحنا الثوم غادي كتو على ذكر الثوم، جست باش نقصوه قصته لالا جويد. هاي
هكا الدورة دي. هاي اللي حطي توا الملح. هذه الملح. هذه الزيت. صب الزيت. صب الزيت. بسم الله. زيت والزيتون. غير فق. هتزيدي. بس. شوية ما. يس كان يجب هنا ولا سبق مغير فتين يعني هذه هي ال ماني خاطر ريحتها للا فاحت ريحة لا وريحة الميريسة ريحة هذه هي عمتك الميريسة عمتك الميريسة خالتك الميريسة خالتك الميريسة عمتك الميريسة يلا فاتي يا اخي صافي لالا حتى كاميرا عوجه كيما مو بيت ماشي صحفة هذا ليش قال هذه ماشي تسمى صح هي كورو ميريز اللي قلت لي حطيتي لي هالقحفه شفتي تيك لالا تيك هاني جاي يعني بال تعرفي بالكريماتي الزهر برد الخبز من اي بس شوفي البارتي هذه كلها يابسه اي اي مو بالنسبه انا نسيت كي دخلت لا لا والله ما تبعني انا شفتها قلت باش ما يقولوا لي باش ما يعرقش بسم الله بسم الله بدينا مع النبي صلينا ها جا الفلفل ولا مازال مش حاره ليش فلفل اصلا ممكن قاعد في القاع ها هو الفلفل هاي رجع طرف صار شوفي تو نقول لك دخان سايبه غرق لي سوسه الفلفل عمش نقطعها ليه؟ أنا دبية كيكة كمان. نجيش الفلفل. ذاك الحرورة. موزوز. حار لا شو حار مش يوزوز. موزوز. روثم تاع نفط وتاع تنصر. أنا هالأحار. تاع نفط أحار.